حياكم الله مشاهدينا، وعدنا لكم من جديد وضمن تغطيتنا لمعرضي ايدكس ونافدكس 2023 في الدورة الحالية. وفي هذه اللحظات يسعدني أن أرحب بضيفي هنا سعادة محمد راشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفتان لصناعة السفن. حياك الله معنا. واليوم دائما يعني الصناعات الإماراتية موجودة والشركات الإماراتية، وأي شخص في أبو ظبي يمر يعني أمام ميناء عدنك بيرى السفن العملاقة اللي موجودة من أكثر من دولة، وأيضا يرى شركتكم كالفتان لصناعة السفن. اليوم كيف ترى مشاركة والقطع البحرية في نافدكس والشركات اللي موجودة في نافدكس كشركة أيضا بالجانب الشركات العالمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكركم على تعد الفرصة أني أعرف عن هذه الشركة الفتان لصناعة السفن و ما الشركات التي تتضمن تحت الفتان لصناعة السفن. بالنسبة لأيدكس، أيدكس معرض مهم جدا في هذا الاتجاه، اتجاه جمع الشركات المصنعة للأسلحة وغير الأسلحة. مهم جدا أن يكون على في هذا المعرض على في هذه الأرض الطيبة أن يجتمعون ويستفيدون من خبرات بعض. اليوم إذا ما نتحدث عن الفتان لصناعة السفن، عمر هذه الشركة، أبرز منتجاتها وين تتواجد؟ الشركة هاي عمرها طويل، يعني كانت من 87 تقريبا، ولكن بدأت تحت مظلة معينة ثم انفصلت، والآن صارت الفتان مغرها طويلة والفتان الغابضة عندها شركات، ثلاث شركات، شركات مواطنة في 100%. الشركة هاي مهتمة بالتوطين في جميع شركات اللي هي المقاولات والخدمات البحرية وصناعة السفن. اليوم يوم نتكلم عن الفتان وين وصلت، وصلت الحمد لله، الكل اليوم يشوف أن الفتان وصلت إلى مستوى متقدم جدا، سواء على مستوى التكنولوجي أو مستوى التصنيع السفن وتصنيع الزوارق السريعة، تصنيع شيء من الأسلحة. فالحمد لله نحن قطعنا شوط طويل جدا جدا، وهذا يرجع الفضل للمعازيب الله طول عمرهم، وقيادتنا الحكيمة تدعم هذه الصناعة، والقوات المسلحة ووزارة الدفاع الله يجزيهم خير، وتوازن ما يقصرون يدعمون الشركات الوطنية ويريدونها توصل إلى المستوى العالمي. نعم. اليوم يعني الشركات الوطنية تواجدها في هذا المعرض الموجود أكثر من ما يقارب 1400 شركة، ولكن الشركات الوطنية الجناح الإماراتي أكبر الأجنحة الموجودة في المعرض، والعديد من المؤسسات الصناعية الدفاعية التكنولوجية وغيرها. كيف تشوف تواجد الشركات الإماراتية منها بكافة القطاعات، في منها صناعية كالسفن، في منها مثل إج آي جي جي وغيرها الكثير والكثير؟ لا طبعا الشركات الوطنية اليوم الإماراتية وصلنا إلى مستوى نحن راضين عنها جدا، يعني والحكومة راضية عنها، وهذا بداية الطريق. يعني نحن اليوم لو جيت تسأل عن 30-40 سنة عمر الشركات هذه، ولكن لا 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 الوقت يعني هذه الشركات واعدة. نعم. في الوقت الجاي والمستقبل، وأنا أشوف أن رايحين نوصل إلى العالمية يعني بهذه الشركات إن شاء الله. اليوم الصناعة الإماراتية لدينا العديد من المصانع، أكثر من 7000 مصنع على مستوى الدولة، ولكن الصناعات الدفاعية التكنولوجية المتطورة والنامية بدأت تزداد، مثلا أنتم كالفتان واحدة من هذه الصناعات، أيضا هناك مؤسسات وطنية وشركات، يعني منتجات الإماراتية تطورها وين تشوفها خلال المستقبل القادم، وما المطلوب لزيادة انتشارها أكثر وأكثر؟ الشيء في هذا المجال، الشيء الزين أن هني عندنا تخصص، الشركات عندها تخصص، كل شركة
عنده تخصص معين، وهذا شيء جميل جدا أن تطور هذا التخصص وتوصل إلى المستوى المطلوب. بالنسبة للفتان الغابضة والشركات اللي عندها، الحمد لله نحن نقول أن في مجالنا وصلنا لاكتفاء، وصلنا للهاي تكنولوجي، عندنا زوارة مشغلة بدون مسيرة، بدون غايد، تقدر تستخدمها بدون انمد، او تقدر تستخدمها عن تديرها بالاشخاص فيها. عندنا الصناعه صناعه السمن، وصلنا الى مستوى اعتقد ان نفتخر فيه. يعني اليوم زوارقنا السريعه والسفن الكبيره وصلنا، وكل المحتويات داخل المراكب شيء بسيط نحن نستورده، مثل المكاين والتكييف وشيء بسيط. نعم. اما الباقي التمديدات الكهرباء والضفائر الكهرباء والانوار، هذه كلها عندنا يعني تصنع. وانا اتمنى الاعلام لو يوصل على الواقع ياخذ الفتان وين وصلت، لان الفتان ما عنده شريك وما عنده حد يشتغل له. تختلف عن الشركات اللي جايبين شريك من برا يشتغل لهم. نحن موظفيننا واكثرهم مواطنين، مهندسين وطنيين ما شاء الله، وصلنا الى مستوى نرضى عنه. يعني اليوم بما انك تحدثت عن التوطين، اليوم العنصر البشري، الاستثمار في العنصر البشري الاماراتي، القياده تولي اهتمام كبير في الاستثمار في العنصر البشري، وشفنا كفاءات اماراتيه وصلوا المريخ، القمر، وايضا في كافه المنتجات. اليوم وين تشوف ايضا في هذه الصناعه وصول العنصر البشري الاماراتي وانتشاره في هذا القطاع بالتحديد؟ طال عمرك قبل اوصلك انا جاي من المعرض. نعم. وجاي من الجناح الفتان لصناعه السفن. انا شفت اكثر اظني من 2000 ما شاء الله، اذا ما بلغت، من الطلبه، طلبه الجامعات. نعم. في متواجدين ويزورون الشركات ويزورون هذه. يجب ان يكون الاهتمام بهم، يجب ان يعني اتاحت لهم فرصه يشتغلون، تمن لهم وظائفهم. هذا الكنز. الصناعه كل شيء سهل، لكن اليد العامله، واليد العامله للمواطن هي اللي مطلوبه. عشان هناك اليوم نتكلم عن الاكتفاء الذاتي. شو الاكتفاء الذاتي؟ الاكتفاء الذاتي يجب ان يكون الاكتفاء الذاتي من البشر المواطن في هذه المؤسسات. اما بالنسبه للتكنولوجيا بتجيبه وين تبغي، بكره بعد بكره بتجيبه، وسهل انك تجيبه. لكن نحن نتكلم عن اليد المواطن يعني والعامل في هذا المجال. نعم. نسبه التوطين كم وصلت عندكم؟ والله يا اخي نحن بالنسبه للاداره، نعم، 100% ما شاء الله. وفي الاقسام الباقيه تقريبا تقدر تقول 25 ل 30%. ممكن تزيد ولا لان خصوصيه هذا؟ لا لا اكيد تزيد. احنا تعرف في بعض المهن. نعم. اللي المواطن بعدها ما تخصص فيها، مثل اللحام، مثل كذا، مثل. اما بالنسبه للالكترونيات، الكهرباء، تقنيات الهندسه، نعم، الانترنت، نعم، هذه ما شاء الله عندنا شباب شاطرين في هذا المجال. كل التوفيق لكم ان شاء الله، ونشكرك على هذه المعلومات وعلى وتواجدك معنا، وكل التوفيق لشركه الفتان السيد محمد راشد الرميثي، رئيس مجلس اداره الفتان لصناعه السفن. شكرا جزيلا لك على هالمعلومات. وانا شاكر لكم على التعاون. شكرا.